دعت لجنة الدفاع عن بيوت وادي الحمص بقرية سور باهر في القدس المحتلة المواطنين لأداء صلاة الجمعة في إحدى البنايات المهددة بالهدم من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي. وأفاد مراسل الغد بأن سلطات الاحتلال أمهلت أصحاب البنايات حتى 17 من الشهر المقبل لهدمها بأيديهم. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من القدس المحتلة الزميل أحمد البوديري مراسل الغد. أحمد، كيف تبدو الأجواء لديك ونحن لم يتبقى سوى القليل على صلاة الجمعة؟ يعني هذه القصة قصة واضح بأن هنالك خلط إسرائيلي قامت به، وذلك بابتكار ما يسمى بالمناطق الفلسطينية أو المناطق الإسرائيلية التي تسيطر عليها أو المناطق الأمنية. هذا الجدار الذي نستطيع أن نراه الآن عمليا هو الذي يقسم الأراضي الفلسطينية ويقسم المنازل الفلسطينية. كل هذه المنازل سوف يتم عمليا هدم هذه المنازل، وذلك في إطار ما يسمى بعزل المناطق الفلسطينية، ولكن أيضا هدم المنازل الفلسطينية على جانبي الجدار العازل، وذلك نتحدث عن قرابة 100 شقة فلسطينية في 16 منشأة إضافة إلى 237. معنا إدريس أبو طير. عم إدريس، أنت من سكان حي وادي الحمص الذي نحن الآن فيه، حدثنا ما هي الإشكالية التي تواجهونها وإلى أين سوف تتوجه هذه المشكلة؟ المشكلة أنه المحكمة العليا أصدرت قرار بهدم 15 منشأة سكنية تحتوي 100 أسرة وحجة أمنية. الحجة هي حجة أمنية، فالحجة الأمنية إحنا كسكان وجدنا حل إلها، حل مهني إلها، أنه يرفعوا الجدار الهش اللي عملوه، يرفعوا 6 متر بطون او 7 متر بطون بتنحل المشكله الامنيه، وهذا بنتجنب هدم بيوت الناس اللي بعدها بدهم يعيشوا في العراء. يعني 100 اسره لما تهدم بيوتهم انت بتعيشهم في العراء، والانسان الفلسطيني في داخل القدس وغير القدس بيعاني من ضائقه ماليه. في عجالي قانونيا اين وصلتم الان مع الجانب الإسرائيلي؟ طبعا قانونيا يعني المحكمة العليا أصدرت القرار بهدم البيوت وعطتنا مهلة لغاية 18/7، بحيث أن إحنا إذا إحنا بدناش نهدم بيوتنا هم يهدموا، وتكلفة الهدم إحنا نتكفل فيها. فالمهلة اللي أعطونا إياها ل 18/7 على أساس أن يا إحنا نهدم، وإذا إحنا ما هدمناش هم بيهدموا وبيفرضوا علينا رسوم الهدم، ورسوم هدم باهظة جدا. فأنا مش متصور كيف الإنسان يعني بدهم يهدم بيته وعايش أولاده في الشارع، يعني مش فاهم يعني كيف وين، يعني شو هالمنطق، يعني شو هال، مش عارف، يعني شغلة ما العقل البشري ما بستوعبها. طبعا نحن في أراضي فلسطينية في الكامل، يعني حتى مناطق السلطة الفلسطينية مناطق ألف موجودة هنا في بيت صحور. شكرا جزيلا لك، وأيضا اليوم سوف يكون، وشكرا جزيلا على فكرة برخصة. أتمنى برخصة برخصة من السلطة الفلسطينية، ها اللي هي مخولة تصدر رخص في المناطق هذه. يعني احنا قمنا من خلال يعني رخصة رسمية، يعني رخصة معترف فيها من جانب الإسرائيلي. كل شيء قانوني. كل شيء قانوني، يعني في حسب اتفاقيات أوسلو المناطق هذه المخول اصدار رخص فيها هي السلطة، والسلطة مارست صلاحيتها وحقها. واحنا بناء على الرخص هذه اللي حصلنا عليها، بالتالي هي لا تعترف في رخص السلطة الفلسطينية. حسب الاتفاقيات لازم تعترف، حسب يعني هم تجاوزوا اتفاقياتهم مع السلطة. شكرا جزيلا لك. أيضا اليوم سوف يكون بعد قليل صلاة الجمعة هنا في وادي الحمص، وأيضا سوف يكون هنالك رسالة ودعوة للجهات الدولية للنظر بعين الاعتبار والاهتمام بقضية وادي الحمص. نحن نتحدث عن قرابة 237 شقة، ولكن القرار الصادر لغاية الآن هو بحق 100 شقة سكنية تعيش فيها 100 عائلة فلسطينية في 16 منشأة. الجانب الإسرائيلي لم يتورع أولا عن شق هذا الجدار على أو ما يسمى بالسور الأمني على الأراضي الفلسطينية، مصادرا قرابة 2000 من الدنومات الفلسطينية، وبعد ذلك ذهب الآن إلى هدم كل المنازل على طرفي هذا الجدار الذي ابتكره وخلقه وجعله على الأرض الفلسطينية. شكرا جزيلا لك الزميل أحمد البوديري مراسل الغد، كنت معنا من القدس المحتلة.